طلبناه. كريم كريم قليبي عضو لجنه القياده والتتبع ديال المرافق الرياضيه داخل مدينه الدار البيضاء. سي كريم، سجلت حول استقبال نادي الرجاء الرياضي لمباراه اياب ضد حرس النيجر في ملعب العربي السعودي. بالفعل اليوم الحمد لله توصل المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي برساله من الكاف حول الموافقة المبدئية من أجل استقبال نادي الرجاء الرياضي نادي الحرس الوطني ديال النيجر في إطار مباراة الإياب الخاصة بدور التمهيدي الثاني لعصبة العصبة الإفريقية يوم السبت المقبل إن شاء الله غيكون على مستوى المركب العربي الزولي. ستكون هناك زيارة للجنة الكاف يعني غدا إن شاء الله إلى هذا المركب للوقوف على مدى جاهزية هذا المركب. الجامعة الملكية لكرة القدم اتخذت على نفسها التزاما أن أي تحفظ كان للجنة الكاف سيقوم على تجاوز هذا التحفظ والوقوف على جميع المكامن ديال الخلل اذا تم اجده. اما يعني نؤكد الى الجميع ان الملعب اصبح الان جاهزا لاستقبال الحمد لله جميع المعايير من اجل ملائمه الملعب مع المعايير الدوليه ديال الفيفا او ديال الكاف اصبحت الان متواجده بالملعب. هناك اربع مستودعات للانديه، هناك مستودعين للحكام، هناك مرافق صحية خاصة بكل منطقة للجمهور، هناك فضاء مخصص لرجال ونساء الإعلام، هناك فضاء مخصص لضيوف كبار ضيوف المركب، هناك كذلك المرأب الذي كان مشكل باركينج كان مشكل كبير جدا على مستوى الملعب ديال العربي الدولي. الحمد لله أصبح هناك باركين في المستوى العالي بطاقة استيعابية فوق 250 سيارة. أصبح هناك أبواب على مستوى شوارع أخرى على مستوى شارع علي عتا، كان هناك الباب الكبير فقط على مستوى شارع بن الونا، اليوم أصبح هناك مجموعة من البوابات التي يمكن لها أنها تساهم في سواء دخول أو خروج الجماهير. كذلك على مستوى الإنارة الحمد لله اليوم يتوفر الملعب العربي الزاولي على إنارة من العيار الثقيل أو التي أصبحت الآن يعني من المعايير الكبيرة جدا أن هناك إنارة جيدة داخل المركب. كذلك على مستوى العشب ومن هذا المنبر تنشكروا لانيب لاجونس ناسيونال ديكيبمون بيبليك اللي هي اللي اشرفت على الاشغال والحمد لله اعطت يعني اشغال في مستوى كبير في مده وجيزه في مده قصيره لا تتعدى اربعه او خمسه اشهر كان المركب جاهزا بجميع يعني اشغاله وبجميع يعني مرافقه. إذا تتعرف أن حتى الملعب ما يقدر يستوعب الجماهير البيضاوية ولو ملعب محمد الخامس ولو الملعب الكبير ديال الدربي ديال اللي غيكون بطاقة استيعابية فوق 115,000 لن تستوعب يعني الجماهير سواء ديال نادي الرجاء أو سواء نادي الوداد الرياضي. تعرف الوداد الرياضي مثلا عنده جماهير يعني في المباريات العادية اللي كانت تتحام كانت تسالي الشراء ديال لي تيكي على مستوى البوابات الإلكترونية المخصصة لذلك، ولكن تجي تلقى الآلاف ديال الجماهير تنتظر يعني خلف الأسوار ديال المركب ديال محمد الخامس. دونك جماهير ديال الوداد ولا الرجاء هما جماهير تعد بالملايين وما كاينش هناك ملعب الآن يمكنه أن يستوعب هاد الجماهير. لا الحمد لله هناك الشوارع الكبرى اللي هو شارع حزام كبير شارع علي عتا شارع بن الونان هو اللي خصو مجموعه من الاصلاحات. كنا طالبنا من خلال هذا المجلس المقر اننا خلال دورات سابقه خرجت تم برمجه هذا الشارع اللي هو شارع بن الونان من اجل اصلاحه. كان هناك مشاكل على مستوى التغطيه الماليه، الحمد لله وفرت هذه التغطيه الماليه في بدايه هذه السنه، ننتظر يعني في الاسابيع القليله المقبله اصلاح هذا الشارع الكبير المؤدي الى العربي الزاولي اللي هو شارع بن الونان. بالنسبه لفريق اتحاد البيضاوي غيبقى يستافد من الملعب العربي الزاولي غيستافد من المرحله؟
بالنسبة لهذا الملعب يحمي الاسم العربي الزاولي، والعربي الزاولي ارتبط تاريخيا هذا الاسم بنادي الاتحاد البيضاوي، والسبب لإنشاء وتشييد هذا الملعب كان هو طاس هو الاتحاد البيضاوي. إذا اليوم كاين إرادة عند جميع المنتخبين على أن نادي الاتحاد البيضاوي يكون يعني يتمكن من التداريب ديالو واستقبال ديالو للمباريات على مستوى العصبة، أنه يستقبل داخل هذا الفضاء، ولما لا نرجع للفريق الاتحاد البيضاوي والطاس إلى مكانته الطبيعية بين الكبار ديال المملكة، ويكون في قسم الصفا وقسم الأضواء اللي هو المكان الطبيعي ديال النادي العريق والتاريخي اللي هو مرجعي لمدينة الدار البيضاء، وكان دائما هو الملعب للبيبينير أو المشتل ديال اللاعبين اللي عطاو المجموعة من الأندية الوطنية، وكان ذلك على المستوى المنتخب الوطني.